كان قائد المئة وثني، ثم تقدم إلى المسيح بصلاة بطلب، المسيح استجاب له لأن الرجل كان عنده إيمان فيه. قال له أنا قائد مئة، أستطيع أن أقول لهذا اذهب فهذا وذاك ائتي فياتي، وأنا عارف أنت مين وسلطانك، تقول كلمة الغلام يخف. فأجاب لطلبه. إذن لا يستطيع أحد أن يقول إنه اللي مش مسيحي اللي مش مؤمن ما يقدرش يطلب من المسيح والمسيح يستجيب منه. كيف يقال هذا؟ أهو طلب من المسيح. إذا طلب من المسيح الشفاء استجاب له المسيح، إذا طلب من المسيح خلاص، هل يستطيع المسيح أن يخلصه؟ كيرنيليوس أيضا كان وثني، ولكن كان إنسان بيعمل صدقات، ومن ثم أرسل إليه الملاك اللي قادوا إلى الرسول بطرس عشان يعرفوا طريق الخلاص. المهم في قصة كيرنيليوس العبارة اللي قالها بطرس، أن كل من يتقيه ويصنع البر في كل أمة هو مقبول عنده. طبقا للعهد الجديد، في فرق بين كلمة الخلاص مطلقة وخلاص المسيح. خلاص المسيح لا يوهب إلا بالمسيح يسوع. الخلاص مطلقا دي لها معاني أخرى كثيرة، ليس بالضرورة أن تكون خلاص المسيح. الرحمة ليست هي الخلاص، استجابة الصلاة ليس هو الخلاص، الشفاء ليس هو الخلاص، القبول ليس هو الخلاص. المشكلة أن كل المعاني دي دخل بعضها في أذهان الناس وعمل حواجز. لا، خلاص المسيح نعم حتما جزما لا يكون إلا بالمسيح يسوع، خلصنا من دي ما فيهاش فصال، دي اتفاق كامل شامل. أيوة، ولكن الخلط بقى أنك تحد نوال الإنسان لأن ينشئ علاقة مع المسيح منه ليه، لا يقدر ينشئ علاقة منه ليه، تحد أنه يستطيع أن يصلي والمسيح يستجيب له، لا صلى والمسيح يستجاب له القائد الماء، تحد أن يكون مقبول عنده، لا كان مقبول عنده كيرنيليوس، تحد أنه يستطيع أن يرحمه، لا يقدر يرحمه. هل يستطيع غير المسيحي أن ينشئ علاقة مع المسيح منه ليه؟ نعم. هل يستطيع المسيح غير المسيحي أن يصلي وينال من المسيح شفاء وخلاصا وأي حاجة المسيح بيعملها؟ الإجابة لا، حدش يقدر يمنعه. فالكلام أنا بقوله للمسيحي والغير المسيحي، أنا بقول التعليم اللاهوتي الصحيح عشان الناس تكف عن الادعاء والاستعلاء.